دور الأسئلة. إذا ظهرت المنكرات في قوم فإن الله سوف يعذبهم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، وبهم يبدأ العذاب. إذن أيها الصالحون، لماذا انتشار هذا؟ وما موقف العلماء الساكتون وكأن على رؤوسهم الطير؟ وهل انتشار الربا والمسجلات والفيديو وبيع المجلات الخليعة وغيرها، هل في أليس هذا في ظهور المنكرات إلى آخره؟ هذا الحديث عن زينب، ليس عن عائشة. أيوه. وليس هذا لفظه بالتمام. عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أن دخل عليها غضبان يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج هذا، وحلق بين إصبعيه السباحة والوسطاء. فقالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفيها الصالحون؟ قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثرت المعاصي عم الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عمت العقوبات، كما قال النبي في الحديث الآخر في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ولا فيه بأنه به يبدأ بالصالح، ليس في الحديث هذا، إنما هذا في أثر آخر، أن ملكا من الملائكة أمر يعذب قرية. أيوه. فقال: إن فيها فلان، عبدك صالح فلان، قال: به فابدأ، فإنه لم يتغير في قط، يعني لم يغر لي يوما قط. هذا خبر آخر إسرائيلي. وأما قولك لماذا لا تنكرون ولذا ما أنكروا، ومن قال لك إنهم ما أنكروا؟ حق بقلوبهم وخاصة ما عندهم، فلا يرى العلماء ويعتبرون ولا تنكرون، وبينوا ما يجب وبينوا من هذه المنكرات وكلموه من الراس. نسأل الله لنا ولكم وله التوفيق. لا يجوز الإنسان يقول ما أنكروه ما يعلم. يعني ليس بشرط الإنكار أن يعم في المساجد: فلان أنكر كذا وفلان أنكر كذا. نسأل الله السلامة والعافية.